تعالوا نتعلم نقرا مع بعض الجمله دي بالامريكان اكسنت. في شويه حاجات لازم اركز فيها. اول حاجه كلمه a lot ما بقولش a lot لكن بخلي التي دي تبقى كانها دي خفيفه فاقول a lot a lot a lot da. كذلك برضو كلمه of لما بتيجي في وسط الكلام ما بقولش of لكن بقول باكل الاف كده بخليها كانها مش موجوده فبالتالي اقول a lot a lot a lot. كلمة people اتفقنا عشان ننطق ال p هنعمل لكننا عيل صغير او طفل بيتف على حد ف a lot of people a lot of people a lot of people. وبرضو في حاجة تانية مهمة جدا حرف ال l صوته مش لام لا ما بقولش people لا 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 بقول people لا 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 بخلي لساني قدام في الحتة اللي قدام دي بقول a lot of people. كذلك برضو التي اللي في اخر كلمة don't مش بقول don't لا لكن بخليها اكنها خفيفه باكلها خالص بقول don't know don't know don't know. والتي اللي في كلمه to هتبقى اكنها دي خفيفه فاقول don't know how do how do how to speak english فبالتالي الجمله دي هتبقى a lot of people don't know how to speak english a lot of people don't know how to speak english a lot of people don't know how to speak English. لو عرفت تنطقها بالطريقة دي اكتب لي في التعليقات ولو عايز فيديوهات كتير من النوعية دي برضو اكتب لي في التعليقات.